أكيد مانك مرتبط مع حدا بنهاية الأسبوع؟ ليش؟ شوفي؟ معقول هالحكي مهند؟ نسيت إنه السبت عيد ميلادي؟ لا ما نسيت. بلا كذب. طيب قلي قديش بيكون بالشهر؟ بكفي بشرة. اليوم قديش بالشهر؟ والله ما عم بتذكر، بس بعرف انه بيكون يوم السبت وخبرت الكل. مو معقول قديش بتكذب. انا جاهز. واخيرا فكرتك نمت وانت عم تغير ثيابك. شو بدي ساوي؟ عم نشف شعري. مهند. رشا، شو اخبارك؟ اشتقنا لك. منيح، انت كيفك؟ تمام حبيبتي، اشتقت لك. امتى رجعتي؟ من فترة، من شي اسبوع. مرحبا. اهلين. رشا، بشرى. تشرفنا. وانا كمان. عم تروح على الكلية؟ ايه احيانا. تعال انا هلا رجعت. ماشي، بشوفك. حاكيني اخر الاسبوع، بلكي مروح شي مشوار. بشوفك. ماشي. صحيح الاسبوع ما بقدر. مو مشكلة، بتصل فيكي. الله معك. خاطرك. بشرى، شو بكي؟ افتح السيارة بسرعة. لا تجني، أنا نسيت. شو صار؟ أوف، ماشي، تفضل طلع على السيارة، خلينا نمشي. روحي أنت، أنا بدي أمشي شوي. بتقلي لا تساوي حركات وأنت اللي عم تساوي. بلكي بدي روح وأشتري لك هدية. شوفك بعدين، يلا بخاطرك.